إننا ندعم بل ونتبنى برنامج تميز باعتباره المتمم والمكمل لكل هذه الجهود، ونشكر كافة المؤسسات والخبرات التي انضوا في إطاره لتصنع منه برنامجا استراتيجيا يحقق أهدافا وطنية وتنموية مستدامة. أيها الأحبة، اعتبارا من اليوم سنتوجه لمجلس التعليم العالي حتى نطلب منه أن يكون برنامج تميز برنامجا أصيلا في كل جامعاتنا ومعارفنا. هذا النموذج الرائع اللي سمعته اليوم بيخليني أشعر بالأمل، لأنه إحنا الآن في الحكومة لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا البلاء الذي يعاني منه مجتمعنا، وكلكم تعلمون أن البطالة والفقر هي أخطر ما يواجه أي مجتمع. يعني أنا يعني أجد أن هذه فعلا قصة نجاح بعلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص والمنظمات الغير حكومية، أنه جميعا نشترك في برنامج من خلاله نتعاون في تعزيز مهارات خريجينا وطلبتنا. أنا مؤمن تماما بأن هذا البرنامج برنامج تميز، أنا في تقدير أرى في ذلك هو عبارة عن خطة تدريبية، التدريب نشاط تنموي مستدام، لابد له من خطة ولابد له من برنامج ولابد له من أهداف. برنامج تميز في السنة الخامسة الآن في الدورة الرابعة له، هو حيكون برنامج مختلف متطور متوسع، ليس فقط في جامعات جديدة، 11 جامعة الآن في أنحاء الوطن في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس، ولكن أيضا سيشمل أو على الأقل النية تتجه لأن يشمل معاهد التقنية. سيكون هناك عدد كبير من الطلبة الذين سينضمون للبرنامج في دراسات الدبلوم، سنة أولى وثانية دبلوم صناعي أو زراعي أو تجاري أو غيره. بعد 5 سنوات من العمل في برنامج تميز نشعر بفخر كبير بهذه الشراكة ما بين القطاع الخاص والجامعات. نتحدث اليوم على 11 جامعة فلسطينية، ما يزيد على 50 شركة ومؤسسة تتشارك في هذا البرنامج. اليوم أصبحنا نقدم خدمة مميزة مدروسة لخريجي الجامعات. نطلق موسم جديد، الموسم الرابع لبرنامج تميز، وكلنا فخر وثقة بأن مثل هذا البرنامج يمهد ويؤسس لدخول الطلبة الفلسطينيين لسوق العمل بجهوزية أكبر وبدافعية أكبر.